تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، مع زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية. كما تم إقامة 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، إضافة لإقامة عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية. تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي شهدت افتتاح شوادر جديدة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات، لتحقيق وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع بجودة عالية وبنسب تخفيضات تصل إلى 60%. الشوادر بتغطي الجزئية بتاعت المناطق الأكثر احتياجاً، فدي فكرة ذكية وحاجة كويسة جداً، وخصوصاً أن الأسعار في المبادرة بتبقى سعر مناسب جداً ومنافس بالنسبة للناس وفي متناول الجميع. وكل ده الحمد لله بيوصل أهداف المبادرة اللي هي اهتمام بالمواطن ورفع العبء عنه وتوفير جميع السلع اللي بيحتاجها. فالحقيقة الحمد لله الدور كبير بتقدمه وزارة الداخلية، والسادة للشركات الوطنية المساهمة في المبادرة كلنا واحد برضو بتقدم نفس الدور ده، فاحنا مع المواطن مستمرين الحمد لله ان شاء الله حتى تلبيه جميع احتياجاته من السلع الاستراتيجيه والسلع الاساسيه اللي بيحتاجها. عملنا تخفيض عشان نشترك في المبادره عشان نوصل للمستهلك جميش رمضان باسعار جمله الجمله. بندخل باسعار مخفضه جدا بتصل من 40 ل 50% بالنسبه للسعر المتداول في الاسواق وبكميات كبيره جدا جدا، ودي رساله طمانينه لمواطنينا ان كل البضائع موجوده وموجوده بكميات كبيره جدا جدا. إقبال كبير من المواطنين على المنتجات المعروضة في إطار المبادرة التي تشهد زيادة في أعداد الكيانات الصناعية والتجارية المشاركة فيها لتصل إلى 1074 فرعا ل 31 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية. جينا لقينا كل حاجة متوفرة، ومش بس سكر وزيت ورز والكلام ده كله، كل ما يلزم البيت موجود. وبنشكر السيد الرئيس جدا 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 على كل حاجه بيعملها لنا. اسعار بسم الله ما شاء الله فرق كبير قوي ما بين بره وما بين هنا، والحمد لله الحاجه موجوده كويسه اهي في الخيمه وكل المنتجات موجوده وكل حاجه كويسه. بنشكر وزاره الداخليه على هذا المجهود وبنقول لها احنا كلنا فعلا واحد. وقد لاقت المبادرة إشادة كبيرة من المواطنين، مع توجيه الشكر لوزارة الداخلية على الدور الاجتماعي الذي تحرص على تفعيله لتخفيف الأعباء عنهم ودعمهم بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي. لقيت كميات من الزيت موجودة كتير، وبالنسبة للرز برضو والسكر، وفي أنواع برضو الشاي، وفي مكرونات، وفي سمنه، فلقيت كل حاجه متوفره في المبادره هنا. اشكر سياده الرئيس على المبادره الجميله دي، ويا ريت تستمر مش لبعد رمضان على طول. وفي السياق ذاته تواصل منظومه امان مشاركتها في المبادره بتوفير كافه انواع السلع بتخفيضات كبيره في كافه منافذها على مستوى الجمهوريه، والتي يصل عددها الى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، موضحه على موقع وزاره الداخليه على الانترنت، فضلا عن طرح كميات اضافيه من السلع عبر سيارات موجوده بالشوارع والميادين الرئيسيه بالمناطق الاولى بالرعايه على مستوى الجمهوريه. وزاره الداخليه مشكوره جدا ان هي عامله المبادرات دي في كل الميادين، عامله مجهود يعني فوق الممتاز يعني. نشكر سياده الرئيس ووزاره الداخليه على موفره لنا كل الحاجات اللي دي طبعا اسعار مناسبه واسعار في متناول الجميع. نشكر سياده الرئيس، نشكر وزاره الداخليه، نشكر كل القائمين على المبادره ونتمنى استمراريه. هكذا تتجدد مبادرة كلنا واحد وتستمر في عطائها نحو مزيد من توفير السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تؤثر على أسعار السلع. توسع كبير في الكيانات الصناعية والتجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، وإنشاء المزيد من الشوادر بالميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات لتحقيق وفرة كبيرة في المعروض وبأسعار مخفضة، وهو ما تحرص عليه وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.